ماذا تعرف عن الطائفة اليهودية المعروفة باسم شهود يهوى؟ وما هي مخططاتهم ومعتقداتهم الدينية؟ ولماذا يحاولون التخفي دوماً؟ وأين تقع مقارهم؟ وما هي علاقتهم بالمسيحية؟ وهل يسعون بالفعل لحكم العالم؟ وكم عددهم؟ وما هو بيت الرب الذي يتعبدون به؟ تابعوا معنا ولا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل ما هو جديد. يعرف شهود يهوى أنفسهم على أنهم طائفة دينية، لكنهم في الحقيقة منظمة عالمية تعمل بشكل سري للغاية، وكل مشاريعها تعتمد على السرية. يصفها الباحثون بأنها صهيونية ترتدي ثياب المسيحية. تأسست شهود يهوى في الولايات المتحدة عام 1874 على يد تشارلز راسل، لذلك عرفت في بدايتها بالراسلية، كما عرفت بمجموعة الدارسين الجدد للإنجيل قبل أن تصل إلى اسمها الأخير شهود يهوى، نسبة إلى يهوى إله بني إسرائيل بحسب العهد القديم في سفر الخروج. بداية ظهور شهود يهوى كانت في الولايات المتحدة الأمريكية على إنها طائفة مسيحية، لكنها تختلف مع كل طوائفها، هكذا قالت، إلا أنها في الحقيقة كانت تحت سيطرة اليهود بشكل كامل. اتخذت المنظمة أو الطائفة الشمعدان السباعي رمزاً لها، وهو رمز الإسرائيليين الوطني، لذلك من الواضح تبعية المنظمة للصهيونية التي أصبحت من أقوى التنظيمات في العالم. وعندما تولى نارثان هيرميريك نور رئاسة المنظمة عام 1905، مملكة الإله، أفكاراً غريبة يؤمن بها أتباع شهود يهوى، تعتبر مزيج من المسيحية واليهودية، فهم يؤمنون بيهوى إلهاً لهم، ويعتبرون عيسى ابن مريم عليه السلام الذي يعتبرونه ابن الله رئيساً لما يقولون عنه مملكة الإله. يؤمنون بالكتاب المقدس للمسيحية، لكنهم يختلفون عن البقية بأنهم يفسرونه وفقاً لمفاهيمهم الخاصة. بحسب موقعهم الإلكتروني فيهوى هو إله إبراهيم وموسى ويسوع عليهم السلام، والكتاب المقدس هو رسالة إلى البشر موحى بها من الله، وهم يؤسسون معتقداتهم على كامل أسفاره التي يبلغ عددها 66 وتشمل العهد القديم والعهد الجديد. منظمة شهود يهوى تقبل كل ما هو مدون في الكتاب المقدس، إلا أنها لا تتمسك بحرفيته، لأنها تعتقد أن أجزاء منه مكتوبة بلغة رمزية. يطيع أتباع شهود يهوى رؤساءهم طاعة عمياء، ويسعون باسم الدين وبشعاراتهم الدينية الرنانة للوصول إلى هدفهم الرئيسي، وهو السيطرة على العالم من خلال حربا تحريرية سيقودها المسيح عيسى ابن مريم ستمكنهم من ذلك. أفكار هذا التنظيم أو هذه الطائفة بها جانب إلحادي أيضاً بعيداً عن معتقداتهم المسيحية واليهودية، فهم لا يؤمنون بالآخرة ولا بجهنم، ويقولون أن الجنة ستكون في مملكتهم التي سيقيمونها، كما أنهم لا يؤمنوا بحساب يوم القيامة. بيت الرب، شهود يهوى لهم معابد خاصة يسمونها القاعة الملكية أو بيت الرب، ويدعون باستمرار للتمرد على الأنظمة، ويعادون كل الأديان ما عدا اليهودية، ويقال أن كل رؤسائهم من اليهود. أطلقت منظمة شهود يهوى أول مجلة رسمية لهم تحت اسم عين المراقبة الصهيونية، إلا أنهم حذفوا اسم الصهيونية لإخفاء حقيقتهم وعلاقتهم بالصهيونية العالمية وإسرائيل. ينقسم أعضاء شهود يهوى إلى ثلاثة أقسام، هي الرجاء السماوي، وهي الإدارة العليا داخل التنظيم، والرجاء الأرضي التي تضم الأعضاء الرواد والمتعاونين والمبشرون أو الخدم، وهم المكلفون بتوزيع مطبوعات المنظمة ونشر أفكارهم في كل مكان يصلون إليه. رغم ادعائهم المسيحية، إلا أنهم لا يؤمنون بعقيدة الثالوث، رغم أنهم يرون أن المسيح عليه السلام هو المخلص وابن الله،
إلا أنهم يقولون أنهم يختلفون عن باقي الطوائف المسيحية، إذ لا يؤمنون بعقيدة التثليث ويرون أنها ليست مؤسسة على الأسفار المقدسة. والملفت أيضاً أنهم يشددون على أنهم لا يؤمنون بالصليب، على الرغم من أنه من أركان العقيدة المسيحية. لذلك وكما تحدثنا، فإن عقيدتهم عبارة عن مزيج بين المسيحية واليهودية والإلحاد. شهود يهوى يؤمنون أيضاً بأن مملكتهم مملكة الله ستسقط الحكومات، لأنهم يروا أن الحكومة الحقيقية في السماء وستحل محل الحكومات البشرية. إذن هم لا يؤمنون بالقيامة والحساب، ويؤمنون بأن الجنة على الأرض لكن الحكومات في السماء. مزيج عجيب من الأفكار المركبة. أكثر من 20 مليون يتوزع أتباع شهود يهوى حسب مزاعمهم بين 240 دولة، ويتخطى عددهم 8 ملايين، ويستثنى من الإحصائية الأطفال دون سن 10 ومن لا يقومون بأعمال التبشيرية المنزلية، ما يعني أن عددهم الرسمي أكبر من ذلك بكثير، ويقدره البعض بنحو 20 مليون نسمة. إمكانيات مادية هائلة. شهود يهوى يعتمدون في نشر أفكارهم على المجالات الإغاثية والإنسانية، مثلهم مثل أي منظمة ماسونية، كما أنهم يصدرون آلاف الكتب والنشرات والصحف، وكلها توزع بشكل مجاني، مما يدل على قوتهم المالية. تركز المنظمة على استقطاب العاملين في مجال الاستخبارات والدعاية، وتعتبرهم نقطة قوة مهمة لنشر أفكارهم الشيطانية. دول عدة لاحقت المنظمة وأفرادها ومنعت نشاطهم بشكل كلي، ولاحقت كل من يعمل لصالحهم، لكن المنظمة بقيت تعمل في الدول التي حضرتها بطريقتها الخاصة، من خلال التعاون مع المنظمات التبشيرية، وغالباً ما يتبع ذلك الأمر في الدول الإسلامية. من هنا يتضح لنا أن أفراد هذه المنظمة يستغلون كل شيء من أجل الوصول لهدف السيطرة على العالم. مسيحية ويهودية وأفكار إلحادية وتخفي ومساعدات إنسانية وإغاثية. ألمانيا منحت المنظمة وضع وحقوق الطائفة الدينية المعترف بها رسمياً من قبل برلين في عام 2005، بالرغم من رفض الكنيسة البروتستانتينية الألمانية. أما روسيا فقد حظرت شهود يهوى واعتبرتها منظمة متطرفة، إلا أنها بقيت تعمل في موسكو ولها عشرات الآلاف من الأتباع هناك. لدى شهود يهوى محفل سنوي يستمر عادة 3 أيام، يحضره الآلاف من الأعضاء والمتعاطفين داخل ملاعب كبيرة لإظهار مدى جماهيرهم وأعدادهم. وفي 2017 حمل المحفل السنوي شعاراً لا تستسلموا. هناك تعاون وثيق بين شهود يهوى ومنظمات تعمل لصالح الصهيونية العالمية علناً وخفية، وذلك في سبيل تحقيق أهدافها المتمثلة في تحقيق حلم حكم العالم لليهود. برأيك، لماذا تتبع هذه الطائفة تعاليم مسيحية بالرغم من يهوديتها؟ مشاهدين الكرام، لا تنسوا إبداء آراءكم في التعليقات. شكراً لكم على المشاهدة، وإلى اللقاء.